السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. هنا عاد نقدم لكم واحد الطبق ديال الريجيم او حميه او يعني هكا صحي، يعني واخا اللي ما دايرينش الريجيم يقدروا يتناولوه، ونتمنى انه يعجبكم. وندوزو للطريقه ان شاء الله. بسم الله. انا ندوزو للطريقه. غنحتاجو خيزويه صغيره مقطعه رقيقه، بصله صغيره مقطعه رقيقه، شويه البصله خضراء، شويه بصله صفراء. غنحتاجو هذا القمح إبلي، هو هذا. غنحتاجو الخرقوم، بزار، فلفلة حمراء، سكينجبير، الملحة، زيت العود. الزيت غنديرو فيه شويه ديال الزيت، هادي بغينا ماكلة ديال الحمية ديال الريجيم. غنديرو نتمنى نشوفو حسب معلقة ديال الزيت. غندير هاد العناصر تشحر ونطلعها. هنا من بعد ما عندي هذه الخضره تشحرت، غنزيد عليها الكاس ديال القمح ديال الابلي، غنزيد عليها شويه ديال السكينجبير راس معلقه، غنزيد عليها راس معلقه ديال الفلفله الحمراء، نص راس معلقه ديال البزار، نص معلقه راس معلقه ديال الخرقوم، الملح راه ضفتها في الاول، وغنزيد عليهم الماء. الماء ندير كاس ونص من هذا اللي عبر، ندير كاس الاول تقريبا كاس لارو، بغيتو تضيفو ضامات البنة ضيفو، لا انا ما عادش نضيف، غنخليها هكا، نقص ليها العافيه ونخليها طيب على خاطرها. وندوزو المرحله الثانيه، تبع لينا هذا الطبق. عندي هنا شويه ديال الخضره هنايا، الخضره اللي كاينه عندي غنديرها تفور في الكسكاس ونطلقها. هنا من بعد ما داك القمح ديالنا طاب والخضره ديالنا تفورات، غنحتاج فيلي، شويه قزبر ومعدنوس، نص بصله مشلضه رقيقه. تحتاجوا تقدروا ديروا صدر ديال الدجاج او كفته، وانا نقطع هذا الشيء ونقطع الفيلي ونطلق. انا كنقطعو بطريقه سهله، نقدروا نديروا كفته صدر الدجاج اللي متوفر عندنا. بحال هاد الطريقة هادي، كونو طروفة ماشي صغيورين ماشي كبار. أنا غنكمل ونطلع. هنا من بعد ما قطعتو غندير معطرية، ندير نص معلقة ديال الفلفلة حمراء، ندير نص معلقة ديال الإبزار، ندير الكمون، كمون واحد معلقة كما عمراش، نضيف الملح على حسب الذوق، وندير على حسب واحد جوج معالق صغار ديال زيت العود. غنخلط انا هاد العناصر، جانس بيناتهم مزيان. من الاحسن احنا نشرملوهم ونخليهم واحد الساعه في الثلاجه الا ما كناش زربانين، نخليهم واحد الساعه. انا غنشعل هنايا الفرن على المقله ديالي تسخن، تقدروا تشوهم على الفاخر او هذيك ديال الكهرباء اللي عندكم متوفر. صافي، وانا نبدي نعمر هذا القطبان ونطلق. هنا من بعد ما درت المقيله ديالي تسخن، هنا من بعد ما شرملتهم غنضيفهم نديرهم يطيبوا بالطريقه هذه. يعني واحد يدير ماكله صحيه، يعني ما نبقاش نتبعوا داك الشيء ديال وليداتنا ديال. انا راه واخا كنطيب لهم بيتزا نطيب لهم، ولكن راه كنذوق ما كنكثرش معاهم في هذاك الماكلة ديالهم، هما يطيبو ليا ونتلاقاو.
هنا من بعد ما طابو لينا غندوزو الطريقه ديال التقديم. هنا عندي هذيك الخضره اللي فورات، تقدروا تسوطيوها شويه في الربيع والثومه وزيت العود. انا نخليها هكا بارده. عندي هنا شلاضات الخس ومطيشه والبصله، وعندي هذاك يبلي. هنا ندوز القمح، ندير بهذه الطريقه هذه، ثم قدموا كما بغيتوا. هذه الطريقه هذه. نجيو للطبق التقديم، نديرو بحال هكا. هنا هاد الخضيره ندير شويه ديال البزار، واحد الرشيشه خفيفه، واحد المعلقه صغيره ديال زيت العود، واحد شويه د الخل، والملحه كنديرها مع كيفان كتفور. هنا غنخلط هاد العناصر كامله مع بعضياتها. الطريقة هادي غنهز شوية ديال الخضرة نديرها هنا في الجنب، هنا من بعد ما درت شوية ديال الخضرة غندوز نتبل هاد الشلاضة، نديرلها شوية ديال الخل، نحط ملعقة صغيرة، شوية ديال الملحة، حسب ملعقة صغيرة ديال الزيت العود. صافي غنخلطها مزيان بهاد الطريقة هادي. هكدا نقدرو نتعشاو بيه، نتغداو بيه. بالنسبة لي دايرين حمية ريجيم، يعني ماكلة صحية ومفيدة وخفيفة هكا في الصيف. أنا غادي شوية شلاضة هكا، شوية ديال المطيشة، وليكم الاختيار. يعني تقدر تضيفوا الخيار، تضيفوا كل واحد شنو كيبغي، كل واحد كيضيف هذاك الشيء اللي كيبغي. غنزول هذا هكا بالطريقه هذه. غنجيب هذاك البروشيت ديالي اللي طابو، غنحطهم بهذه الطريقه هذه. تقدروا ديروا السبات ديال الدجاج، ديروا اللي بغيتوا، ونبقاو في الطبق الاخير ان شاء الله. هذا هو الطبق النهائي، نتمنى انه يعجبكم وتجربوه، وشكرا.